جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، ويسألكم شيخ صالح عن الرياء بالذات، فيقول: ما المقصود بالرياء؟ ومتى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر؟ وإذا وجد الإنسان منه شيئا في صدره أثناء تأدية عبادة ما، وقال الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هل هذه الصيغة الواردة نرجو توضيحها وشرحها؟ ومتى يرد هذا الدعاء إذا كان في داخل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هو أن يحب أن يرى الناس أعماله وعبادته فيمدحوه ويثنوا عليه، هذا هو الرياء. وإذا خالط العمل فإنه يبطله من أصله. فإذا كان الرياء معه من الأصل، من أصل ما دخل في العبادة، فإن العبادة تكون غير صحيحة لأنها مؤسسة على رياء. أما إذا كان بدأ العبادة في إخلاص ثم طرأ عليه الرياء، فإن استمر معه فإنه يبطل العبادة، وإن دفعه وتركه وعاد إلى الإخلاص فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى. والحاصل أن الرياء خطير، وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، فهو شرك خفي، وهو يبطل العمل الذي خالطه على التفصيل الذي ذكرناه. فعلى الإنسان أن يدفعه. وهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذا يقال خارج الصلاة، يقال خارج الصلاة. وأما في الصلاة فعليه أن يدفع الرياء وأن يعود إلى الإخلاص لله عز وجل واستحضار عظمة الله عز وجل. نعم.